مرحبا أصدقائي، رسمة اليوم سهلة جدا، يعني أي مبتدأ أو حدا ما عنده أدوات كافية يقدر يرسمها، تطلع نفس النتيجة. رح أستخدم ألوان الشمع هاي. هذا القلم طبعا ما فيني أستغني عنه، لون بنفسجي خشب لأنه ما عندي لون شمع من هاي الدرجة. قلم رصاص. أول شي رح أرسم الدائرة. رح أبلش ألونها باللون الزهر. دائرة مو مزبوطة. بعدين رح لون بدرجة اللون هاي بنفسجي فاتح. لونه بالبنفسجي وارجع لكم. بعد ما انتهيت من التلوير رح ألون باقي رسمة كلها بهذا اللون. ألوان الشمع هاي تعبانة شوي، يعني مو أصلية. الألوان الأصلية بتكون مثل الطباشير، يعني ما أنصح حدا إنه يشتري منها. أكثر جزء متعب هو لما أستخدم مناديل ورقية لدمج الألوان. رح أحاول أدمجها وأرجع لكم. رح أرسم السور بلون شمع أسود. آخر خطوة رح أرسم مقطع وألونها باللون الأسود كمان.
لرسم النجوم استخدمت قلم حبر أبيض. وبس هاي الرسمة، بتمنى تشتركوا بالقناة، تحطوا تعليق لايك، يعني تفاعلوا شوي حتى استمر. وشكرا على المتابعة.